حية عامرة بشاذلية ضيفنا يالله حية يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب صدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هل البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامرة بشاذلية ضيفنا يالله حية يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب صدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، وحياكم الله معنا في هذا اليوم الجميل في قناتنا الجميلة قناة الواقع الفضائية، الذي إن شاء الله سنكون معكم لنقدم لكم ما هو مفيد كالمعتاد من القرآن الكريم والحديث الشريف والنصيحة والشعر والحكمة والموعظة والقصة بل والنكتة أحيانا وما يروق لكم بإذن الله. فقط تابعونا وأمدونا بآرائكم واقتراحاتكم، حيث ستكون الأرقام الهواتف على الشاشة بعد الساعة 10 تقريبا أو الساعة 10:30. نرجو أن نقدم ما يروق لكم بإذن الله، وابقوا معنا ويومكم سعيد بإذن الله. وعلى أيضا وطننا وبلادنا الغالية وولاة أمرنا وعلمائنا وكذلك جنودنا البواسل على الحدود وفي الداخل، نرجو لهم التوفيق والصحة والعافية وأن يستمروا دائما وأبدا لقيادة هذه السفينة إلى بر الأمان، وهي سفينة بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية، حتى تكون في مقدمة الدول المختلفة في مجالات عديدة بإذن الله. نبدأ يومنا هذا بآيات من الذكر الحكيم يرتلها علينا الشيخ أحمد، تفضل. الله يجزاك خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جزاك الله خيرا وقد استمعنا إلى هذه الآيات الكريمات أو وهي وصف لأسماء الله سبحانه وتعالى وفيها مواعظ كثيرة نرجو من الله العلي القدير أن نلتزم بتلك المواعظ وأن نقدس أسماء الله الحسنى حيث أن أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة وليس فهناك أي اسم خاص وإنما هناك عدة أسماء لله سبحانه وتعالى جزاك الله خير شيخ أحمد الآن صبح على أخواننا المستمعين علشان الله يصبحكم بالخير ونجدد اللقاء بكم ولنا الشرف أن نكون معكم في هذا الصباح الباكر نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم قول الحق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه وأن يوفقنا العلم النافع والعمل المتقبل آمين هذا وصلى الله وسلم على اللهم صل على رسول الله اللهم صل على رسول الله الشيخ أحمد صباحكم الله بالخير جميعا بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وفقنا وإياكم أحب ويرضاه ونجمعنا وإياكم على طاعته ونوفقنا وإياكم لمرضاته ونجعلنا وإياكم من المقبولين آمين المرحومين وأن يوفقنا لتقديم ما ينفعنا وينفع المشاهدين جميعا والله أعلم الله يجزاك خير شكرا تفضل حياك الله يا دكتور صالح الله عبد الله الله يحييك ويحيي الحاضرين ويحيي المشاهدين الكرام وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة نفيد ونستفيد ومثل ما تفضلت يا مقدم العزيز من رواية ومن قصة ومن حديث ومن ولا مانع من بعض النكت مثل ما تفضل دكتور والله يديم عليه الأمن والأمان آمين. والصحة والعافية اللهم آمين. آمين يا رب العالمين حياكم الله اليوم طبعا سيكون يومنا يوم تعودتم دائما وأبدا أن يكون كل يوم هناك موضوع خاص للحديث فيه سواء تحدثنا مثل اليوم أمس على سبيل المثال عن العلم وفضل العلم والعلماء والحرص على العلم والتعلم والبحث والاطلاع لما للعلم من فوائد عديدة وأيضا مواضيع أخرى تحدثنا عنها أو تحدث عنها إخواني في الأيام الماضية أما في يومنا دائما وأبدا كما عودناكم يوم الثلاثاء فهو يوم مفتوح يتحدث فيه الأخ
الشخص الموجود عن ما يفكر فيه وما يرى أنه مهم في حياة الأمة وفي حياة المسلمين، سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الدنيوية أيضا. ولنبدأ بإتاحة الفرصة للحديث عما يهم المجتمع وما يهم أمتنا السعودية خاصة والأمة الإسلامية عامة. نرجو إن شاء الله أن ما نتحدث به وهو في موازين أعمالنا وفي موازين أعمالكم، حيث أنكم تستمعون لما يفيدكم في حياتكم وفي آخرتكم بإذن الله. آمين. والله اليوم مفتوح. اليوم مفتوح. وأنت تتكلم قبل شوي أبو عبد الله والإخوان، حبيت أبدأ معكم اليوم مشاركتي بقصة جميلة كانت في عهد هارون الرشيد، وكانت مع أحد الزهاد والنساك، ومن وفقهم الله عز وجل للحكمة. ومن جميل تلك القصة أن ابن السماك دخل على هارون الرشيد، وكان هارون في مجلسه والناس مجتمعين، فسلم وجلس في المجلس. فهارون أراد أن يعني يفتح المجال لابن السماك ليسمع منه وليستفيد الحاضرين، فسأل ابن السماك وكان يلاطفه ويقول: يا ابن السماك، من أزهد، أنا أم أنت؟ فسكت ابن السماك قليلا ثم تكلم قال: بل أنت يا هارون، أنت أزهد مني. فتعجب هارون منها، قال: كيف ذاك يا ابن السماك؟ كيف صرت أنا أزهد منك وأنا في هذه القصور وفي وسطها الخدم؟ قال: نعم، أما أنا، يتكلم عن نفسه ابن السماك، نعم، قال: أما أنا فزهدت في الرخيصة لأجل الغالية، وأما أنت يا هارون فزهدت في الغالية وانشغلت بالرخيصة. كأن ابن السماك يقول هنا: كانت تضحيتك يا هارون أكبر من تضحيتي، إذن أنت أزهد مني. نعم. كأنه يقول. أي نعم. فبلغت مبلغها من هارون الرشيد وطلب شربة ماء. لما أتوه بالماء شرب، فاستأذنه مرة ثانية ابن السماك وقال: يا هارون. قال: تفضل يا ابن السماك. وكان الكلمة الأولى أو يعني قد بلغت مبلغها من هارون، فقال: وما ذاك، يعني وش عندك بعد، يكفي الأولى. قال: يا هارون، لو خيروك بنصف مالك على أن تشرب هذه الشربة، يعني اللي شربتها الآن، فماذا تختار؟ قال: بل بنصف مالي على أن أشرب هذه الشربة. قال: ولو خيروك، يريد أن يذكره بنعمة ثانية، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكر نعمه ونعمائه علينا. قال: ولو خيروك الآن على أن بنصف مالك الآخر اللي أنت تركته لك، الأولى اشتريت بها نصف مالك، شريت بها الشربة اللي أنت شربتها، نصف مالك الآخر، لو خيروك على أن تدفع كي تخرج هذه الشربة، فماذا تختار يا هارون؟ قال: بل بنصف مالي الآخر. قال ابن السماك: فلا خير في دنيا لا تسوى شربة. الله حكم. كانت هذه من أروع ما قرأت لهذا الزاهد الناسك
ابن السماك وقيل بأن هارون تأثر وبكى من 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 شدة وقع هذا الكلام في قلبه وتذكر نعمة الله عليه أن يسر له هذا الماء، والآن هذا هو بين يدينا. من أيسر يا رب لك الحمد، من أيسر ما يعني نطلب الماء. نعم وذكره بالنعمة الأخرى اللي هي، وكان في السابق صعب انك تحصل لك. نعم ما على يسر. نعم ولكن الآن يعني شوف من أسهل ما نطلب الماء موجود في كل مكان، ولله الفضل والمنة. نسأل الله عز وجل أن نكون من الشاكرين. وأيضا ذكره بالنعمة الثانية، قال لو خيروك على أن تخرج نصف هذا المال، هذه الشربة بنصف مالك الآخر، يعني ناظر في هارون ضحى بدنياه كلها عشان أن يحصل بالماء وأن يخرجه. فنسأل الله عز وجل أن نشكر نعيم الله عز وجل علينا، وأن لا يشغلنا بدنيانا عما تيسر لنا. فهو اليوم أيسر مطلوب وأعز مفقود إذا فقد. فكم من قصة سمعنا بها في هذه الصحاري، ومن ضاع وظل به الطريق، وسمعنا أيضا من النعم اللي أنا والله أحب بعد في قصة ثانية أحب أذكر إخواني بها. كان فيه رجل يقال بأنه كان يعاني من يعني عدم قدرته على أن يتنحنح. شفت النحنحة البسيطة؟ كان يعاني ما يقدر يتنحنح، فكان البلغم ينزل على صدره ويزيد. يقول الراوي يقول حتى تصل بهذا الرجل إلى مرحلة الإغماء. نسأل الله العفو والعافية. فزاره أحد الطيبين وهو اللي حكى القصة، يقول فكنت أمزح معه وأريد إدخال السرور عليه، فسألته قلت له يعني الحين لو وش تتمنى؟ يقول أبغاه يتمنى شيء من الدنيا، يعني بنسولف أنا وياه. قال أتمنى أن الله ييسر لي أنا أستطيع أتنحنح حتى أفتك من هذا الجهاز اللي يدخلونه ويشفطون البلغم، وأعاني معاناة ما أعلم بها إلا الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من الشاكرين. آمين اللهم آمين. ونترك المجال لكم يا إخواني الأعزاء. حياك الله، شكرا لك، جزاك الله خير شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وإياك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فحياكم الله جميعا، وحيا الله المشاهدين، وحيا الله الحاضرين. الله يحيي. وجزاك الله خير الدكتور أبو عبد الله على التقديم في هذه الحلقة الجميلة المباركة. الحقيقة هو أن كان الموضوع يعني الكلام عن نعم الله سبحانه وتعالى، فمن أعظم النعم التي من الله بها علينا، أعظم النعم التي من الله بها علينا نعمة الإسلام، نعمة الدين. ومن أعظم النعم في دين الله سبحانه وتعالى نعمة نزول القرآن، نعمة كلام الله سبحانه وتعالى. ولو نأخذ لمحة بسيطة أحبتي الكرام عن نزول القرآن وفترة جمع القرآن، ترى أكثر الناس اليوم، أغلب الناس اليوم ما يعرف كيف جمع القرآن، وكيف رتب القرآن، وكيف دون القرآن. هذه القضية ترى يا أخوان أنا أقول عظيمة وإنجاز فريد، لا ليس له مثيل في الدنيا لا قبل ولا بعد. لكن الناس اليوم ما يعرفون هذا القرآن كيف جمع، يعني القرآن كله حروفه وكلماته كيف جمعت، هذا ما يعرفه أكثر الناس اليوم. إني أعطيك مثال الآن، هل تجد كتاب لا يعتريه النقص من 1445 عام؟ ما فيه، لابد إما ينقص وإما يزود وإما يتلف. هذا القرآن من يوم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ما نقص منه كلمة ولا زاد فيه كلمة، نفسه ومرتب هو كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذه القضية وهذا الموضوع ما ترى ما يعرفه أكثر الناس اليوم. لعلي إن أسعفنا الوقت ألمح لمحة بسيطة إلى جمع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الصحابة يعني بدأوا يعني يذهبون في المعارك يقتلون الحفظة حفظ كثير من القرآن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت وبعض الحفاظ أن يجمعوا القرآن، أن يجمعونه في صدورهم بدون كتابة، أن يجمعوه في صدورهم، فجمعوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله. هذا الجمع الأول جمعوه حفظوه، وكان أول فضل الله جل وعلا، والله سخرهم أنهم يحفظون القرآن، أنهم يحفظون عندهم قوة حفظ ذاكرة، يحفظون القرآن يعني بقوة، يعني حتى قيل أنهم كانوا يسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعيدوا مرة أخرى، وأمامه 20-30 من الصحابة يحفظون مباشرة، منهم من يحفظ بعضه ونصفه وكله، لكن يحفظونه الحمد لله من مجرد سماعهم، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم لحفظ كتابه، فكانوا يسمعون الصحابة رضي الله عنهم. فلما سمعوا القرآن وسمعوه كله وجمعوه كله في صدورهم، سبحان الله، توفي النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. لما جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، المايك مقفل عندك من تحت. طيب على بركه. فلما جاء عهد ابو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني ماذا فعل ابو بكر؟ خاف من القران ان يعني ينسى او يموت الصحابه في المعارك، يموت الصحابه في المعارك. ماذا قال ابو بكر؟ أتى بزيد بن ثابت وأمره وقال له إنك رجل عاقل، شاب رجل عاقل، ولا نتهمك فاجمع القرآن. أمره بجمع القرآن هو وبعض الصحابة. ماذا فعلوا؟ بدأوا يجمعون القرآن من الخفاف ولحاف النخل وبعض الحجارة وبعض الجلود، يجمعونه، فبدأوا يجمعون القرآن من هذا ومن هذا ومن هذا، وجمعوا القرآن. فلما جمعوه وضعوه عند زيد بن ثابت لأجل أن يجمع، أن لا يندثر القرآن وينتهي. فلما جمعوه الآن هو في صدورهم، الآن موجود، بس الصحابة بدأوا إيش؟ يموتون في المعارك، وحدثت بئر معونة معروفة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الصحابة من القراء يعلمون بعض القرى، فقتلوهم ودفنوهم الأعداء، 70 من القراء، شف قراء. فأبو بكر خاف أن ينتهي الصحابة وفي صدورهم القرآن، فقال لزيد بن ثابت اجمع القرآن، فجمعه من الجلود والخفاف من عند الصحابة ومن عند بعض الصحابة، فجمعه ووضعه عنده. فالآن القرآن عند زيد بن ثابت وهو عنده في صدره، أو كثره في صدره، والصحابة عندهم في صدورهم القرآن، حتى أن بعض الصحابة عنده آية وآيتين حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جمع القرآن في وقت أبو بكر بهذه الطريقة مات أبو بكر. لما مات أبو بكر أخذ الخلافة 2 وشوي تقريبا. فلما مات أبو بكر جاء عهد عمر. ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ أخذ كل هذه الأشياء، الخفاف والجنود والكرب المكتوب عليها القرآن كله، وأن وضعها عنده في بيته حفاظا على القرآن، وترك الأمر على ما هو عليه، الصحابة موجودين والقرآن عنده. مضى عهد عمر
12 سنة، وبعد ذلك لما مات عمر جاء عثمان. فلما جاء عثمان الآن عثمان الآن القرآن يقول الآن بدأ إيش ينسى. الصحابة تفرقوا في المدن في الحروب، وسوى عثمان قال سنجمع القرآن، فجمع الصحابة على رأسهم علي بن أبي طالب، فجمع الصحابة لأجل البدء في جمع القرآن، فأشار عليه علي بن أبي طالب والصحابة أن يجمع القرآن. فلما بدأ عثمان بهذا العمل أمر من؟ أمر زيد بن ثابت مرة ثانية. يعني زيد بن ثابت أمره أبو بكر تخيله، ثم أمره عثمان. مش معنى هذا؟ لأن زيد بن ثابت له فضيلة ومكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كتاب الوحي، وكان يجمع القرآن. شوف انظروا الفضل لهذا الرجل زيد بن ثابت رضي الله عنه. فأمره بجمع القرآن أبو بكر عثمان. كم سنة الآن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الوحي؟ يعني يمكن 8 سنوات في عهد النبي، أو 5 سنوات في عهد النبي، وسنتين في عهد أبو بكر، و11 سنة في عهد عمر، وجاء عهد عثمان. يعني 20 سنة، والرجل ما زدت له مكانة عالية في جمع القرآن، فأمره بجمع القرآن. ماذا فعل زيد بن ثابت؟ قال أين المصاحف؟ وين هي موجودة؟ قال تفرقت في البلاد، لكن النسخة الأصلية وين؟ عند من؟ عند عمر. أعطاها بنت حفصة، وهذا من الميراث، حط عند بنت حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كل المصحف اللي الأصلي عند حفصة، أما القرآن الباقي فهو متفرق عند الأمصار. فجاء علي بن أبي طالب قال يا عثمان، أن الناس يعني بدأوا يقرؤون قراءات غير صحيحة بالفتوحات. فجاء أحد الصحابة بعد الغزو من أذربيجان، ونسيت اسم الصحابي، فقال يعني بعد ما دخلوا يا شيخ الأعاجم؟ لا مو بدخلوا الأعاجم، لما كثرت الفتوحات، جاء أحد الصحابة من غزوة من أذربيجان، فقال لعثمان إن الناس يقرؤون القرآن على غير اللسان العربي، فاجمع القرآن. يعني مثل ما يقول اضبط القرآن، القرآن ما كان منقط أصلا من أول، ما كان منقط. يعني الآن أعطيكم مثال، لما أقول لك اقرأ قوله جل وعلا يرجعون بدون نقط، كيف تقرأها؟ لن تقرأها، ما تقرأها، يرجعون بدون نقط ما تقرأها. كانوا يقرؤونها الصحابة ليش؟ لأنهم سمعوها ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله. لكن أولئك الذين في أقصى البلاد وشرق البلاد وغربه ما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعوها، فيقرؤونها قراءة مختلفة، يقرؤونها يرحلون يهرعون ما يدرون وش أصلا. فقال الصحابي لعثمان اجمع القرآن، يعني الناس اختلفت لسنتهم في القرآن. فجاء عمر عثمان وجمع الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب، فاجتمعوا كلهم لجمع القرآن، فأشاروا عليه بجمعه، فقال لزيد يا زيد اكتب القرآن. فجمع الصحابة الحفاظ والقراء وجابوا، أرسل إلى حفصة قال ائتنا بالمصاحف اللي عندك اللي حاف من عهد النبي، تخيل صلى على رسولنا قطع جلود وكذا عليها القرآن كله، فجمعها عنده. فتخيل أن هذا القرآن كله أعطاه زيد بن ثابت، خذ يا زيد. زيد الآن رئيس اللجنة، الآن زيد بيجمع القرآن الحين عنده. أنت الآن تتخيل، لعل يعني المشاهد يعني يقول، أقول له كيف تتخيل أن القرآن سيكتب الآن؟ ابدأ من ألف لام ميم، دور ألف لام ميم في اللحاف أو في ذولي، تلقاها ولا ما تلقاها؟ تلقاها عند صحابي، ماذا تقول في عندك شيء في البقرة؟ نعم عندي في البقرة، ماذا تقول؟ ألف لام ميم، اكتب ألف لام ميم. يعني كم جلسوا، كم جلسوا من يوم من شهر يجمعون القرآن؟ كم وكم يعني؟ بعدين هذا عنده آية متأخرة، هذا عنده آية متقدمة، طب وين اللي بينهم؟ ابحثوا وارجعوا وابحثوا وارجعوا وارجعوا. حتى أن أحد الصحابة سمعت في رواية، أحد الصحابة بقي آية في سورة التوبة ما لقوها في اللحاف ولا لقوها عند الصحابة. قالوا الصحابة سمعناها من النبي لكن نسيناها، سمعناها من النبي لكن نسيناها. لقوا أحد الصحابة عنده الآية،
نادوا فقال نعم، وقرأ قرأ من قرأ يعني بعض من التوبة، لما قرأ اعتبر قال بس وقف وقف، هذه الآية اللي نبغاها لقيناها، وقف 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 وقف، اكتب اكتب اكتب. ثابت ابن خزيمة أحسن، ثابت اكتب اكتب الآية، اكتب الحقوا الحقوا، لو ما ثبت ابن خزيمة لو مات ما في نسي صاحب الآيات. الله أكبر. فانظر إلى 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 هذا العمل العظيم، هذا الجهد، لجنة برئاسة زيد بن ثابت، والصحابة موجودين، وعثمان يمر عليهم كل شوي، وعندهم الخفاف واللحاف والجلود يأخذون منها، ثم جمعوا القرآن، جمعوا قرآن عثمان فترة طويلة، فلما جمعوه وانتهى أخذه عثمان ورجعه هو الصحابة وانتهى وخلاص، وخلصوا من القرآن كله، وبعدين سووا يلا خلاص هذا القرآن كامل. ماذا فعل عمر؟ جمع الصحابة ثاني مرة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب وكبار الصحابة، فقال أشيروا عليه أيها الناس، هذا المصحف وهذا الخفاف البقي أو هذا القرآن الباقي اللي مع الناس. وقتها نقط ولا باقي؟ لا لا لسه ما نقط. المصاحف التي عند عثمان ترى غير غير القرآن الأصلي اللي عند حفصة، لا اللي عند حفصة رجع إليه خلاص، لما أخذ المصحف القرآن من حفصة رجع ترى إليها الأصل، باقي عند عثمان وشو؟ المصاحف اللي من برا جاية تجميع، جمعوها وجابوها عنده علشان ما يكون في اختلاف القرآن. فأشاروا عليه الصحابة بأن يحرق كل النسخ اللي عنده موجودة، حتى يقول أحد الصحابة كنا نرى إحراق المصاحف ولم ننكر ذلك شيئا، ما أنكر في قلوبهم المصحف، عرف المقصد إيه الأصل، المصحف الأصلي عند عثمان موجود، البقية كلها أحرقت بوجود الصحابة بمرأة من عين الصحابة ولا أحد تكلم. فهذا فعل فعل عثمان رضي الله عنه. فأنظر إلى هذه، أنا أقول إلى هذه اللمحة البسيطة في جمع القرآن، هذا أمر إخوان أقول ترى ما أعرف أكثر الناس، نأتي إلى وشه؟ إلى ترتيب القرآن، ترتيب الكلمات، ترتيب الآيات، ترتيب السور، ترتيب الكلمات، طبعا الكلمات هذا ما في إشكال، هذا إجماعا هذا نزول من الله جل وعلا. لما تقول الحمد لله رب العالمين ما تقول رب العالمين الحمد لله، ما يجوز، هذا من الله نزل كذا، الحمد لله رب العالمين. هذا الكلمات، الآيات ما تقول، ما تقول إياك نعبد، تقول قبلها تقول بعدها الحمد لله رب العالمين، ما تقدم آية على آية، هذا من الله نزولا، ما في إشكال إجماعا، الكلمات والآيات إجماعا. بقي السور، السور النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزل آيات يقول اجعلوا هذه الآية في سورة كذا، سماها السورة، تثبت السورة من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ويوحي إليه أنه قال السورة الآية هذه في سورة كذا، ضعوها في سورة كذا، ضعوها في سورة كذا وكذا وكذا. الصحابة عرفوا أن هذه الآية في سورة المجادلة، عرفنا هذه الآية في سورة كذا، من حفظهم القوي يعرفون. ما شاء الله. واليوم اليوم اليوم الآن ما طولنا يا أبو عبد الله معليش، لا خذ راحتك، اليوم سبحان الله الموضوع جيد ومفتوح اليوم، نعم. اليوم الآن اليوم لما تشوف الآن بعض الحفظة من العجب العجاب أن الحافظ لما تقول له تسأل الأستاذ تقول له حافظ صغير يعني عمره نقول 20-15 أقل وأكثر، تقول له موسى عليه السلام كم ذكر مرة في القرآن؟ يقول لك 12 مرة، اذكرها لي، يذكر لك الآيات وأرقامها وأين موجودة في أي سورة. هذا الحافظ تخيل أن مثله من الصحابة 100 واحد، تخيل من الصحابة منه مثله 100 واحد مثله بقوة حفظهم، والله جل بفضل الله جل وعلا سخر الصحابة هؤلاء لجمع القرآن. فاليوم عندنا حفاظ اليوم يحفظون بالرقم، يحفظون بالآية، يحفظون بالمختلف، يحفظون بكل شيء، حتى من الأعاجيب في حفظ القرآن في يعني عندنا أن بعض حتى قيل لبعضهم أو قال بعضهم أستطيع أن أقرأ القرآن من الأسفل إلى الأعلى، أنا بكتقرأ يقول الله واحد من تحت إلى فوق ما تقدر. لا طبعا هو منهي عنه، قيل بعض قال بعض العلماء أنه ما يجوز تقرأها من تحت إلى فوق، لكن من قوة الحفظ تقرأها بالعكس، أو على الأقل أقول لك يقول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، وش اللي قبلها بسرعة ما تجيبه، ما تقدر تجيبه، وأنت حافظ الفاتحة
لكن لكن في ناس حفاظ ما شاء الله ما شاء الله صح في حفاظ يجيبون اللي قبلها شفنا مقاطع اي والله شفنا جهاد المالكي ومسي عليه بالخير وشيخه والشيخ يحيى اليحيى نعم جهاد المالكي تقول له اقرا اللي قبله يقول قال لي قبله كذا واللي كذا واللي قبله واللي قبله واللي قبلها ما شاء الله يقرا 20 آية قبلها احنا اليوم عسى نقرا 20 آية بعدها ما نعرف صحيح فبشوف قوة الحفظ يعني اليوم عند أبنائنا وبناتنا ومشايخنا قوة الحفظ تخيل أن الصحابة كلهم أو أكثرهم كان هذا حفظه من القرآن فالله سخرهم لحفظ القرآن فقل هنا هذه لمحة بسيطة عن جمع القرآن وعن ترتيب الآيات والكلمات والآيات والسور وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا اسمع جزاك الله خير وهذه لمحة بسيطة بس الله يجزاك خير والله ما هي لمحة بسيطة حقيقة استفدنا وإن شاء الله أن المشاهدين والمشاهدات استفادوا من هذه المعلومات القيمة التي هي من صميم الواجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه وأن يعرف كتابه وهو القرآن الكريم يا مرحبا بالدكتور أسعد الله صباحك بكل خير وخير والسلام حياكم الله يا مرحبا أهلا وسهلا اليوم حنت كما تعرف المجال مفتوح للحديث عن أي موضوع تراه مناسبا لديك تمام تمام جدا واليوم ما شاء الله تبارك الله من الإخوان تكلموا عن جمع القرآن وصراحة يوم الثلاثاء مميز لأنه متميز ب إن شاء الله حضوركم وكذلك بالاختيار المواضيع من هنا نقطة ومن هنا ها نعم. كل منا يأتي بفائدة نعم حسنت صح أنا كنت اليوم يعني كان عندي ظرف شوي وقلت بتأخر ثم تذكرت قول الشاعر يقول تزوجت البطالة بالتواني تزوجت البطالة بالتواني فأولدها غلاما مع غلامه فأما الابن سموه بفقر وأما البنت سموها ندامة أحيانا التواني هذه تتأخر أجل خفت أجل أنت من هالبيت ومعناه أتذكرت القول القائل أحيانا التواني فيه طبعا التأني مطلوب صح في كل شيء لكن قد يكون الحزم حتى قال قائلهم يقول قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل فرد عليه الآخر قال وربما فات قوم جل أمرهم ومع التأني وكان الرأي لو عجلوا يا سلام صح فالحزم أحيانا والعجلة أحيانا مطلوبة حتى قالوا العجلة مطلوبة في أمور ذكروا منها الإسراع بالتوبة إلى الله من الذنب إذا أذنب العبد وعجلت إليك ربي لترضى والعجلة كذلك والاستعجال بتزويج البكر إلى حاضت البنت إذا كنت أنت ولي عليها فتزويجها طيب إسراع في ذلك طيب وكذلك دفن الجنازة إذا حضرت أسرعوا بالجنازة ها فإنما خير تقدمونها إليه وإما شر تضعونها عن أكتافكم صح وكذلك الإسراع بقضاء الدين إذا حل لما يجي أنت مستدين أو جاء وقت الوفاة والقضاء اعجل واقضي دينك هذا طيب بعكس كثير من الناس يماطلون يسمى المماطلة حتى وعنده عنده فلوس لكن ما يقضي يمر على اللي مستدين منه وكأنه وربما لو طلب هذاك الدين يزعل عليه يقول ليش ضايقنا بالأمور هذه خل الأمر في الساعة الله أكبر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم نعم كذلك الإسراع بإكرام الضيف إذا نزل إذا حل الضيف عندك إكرام بإقراءه والاحتفاء به وبإعطائه ما طيب هذا أمر طيب وقد حث عليه الشرع بل أن الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وقال الله عن إبراهيم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين شوف يعني فراغ راغم من العجلة من العجلة
يقول عنده روغة كرم وروغة شجاعة، فراغ عليهم ضربا باليمين على الآلهة لما كانوا. نعم سلام. وراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين. فالعجلة أحيانا مطلوبة في بعض الأمور. في روغة ثالثة بس الله يكفينا شرها. الله يستر. ترى كنت يا عتيبي تجيب روغة الثعلب. أنت ما شاء الله توسعت في الروغات. طيب. روغة الثعلب. روغان الثاني. طيب. أنا بس حبيت أشارك ب. جميل والله. الله يحييك. امتعتنا يا أخي. جزاك الله خير. خلاص. خلاص. بارك الله فيك. أعطنا ما في جعبتك. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حقيقة بما أنه يوم مفتوح بسولف في موضوع اللي هو صلة الأرحام. في أي موضوع؟ نعم حياك الله. صلة الأرحام لأن فيها مجال في هذا الموضوع. كانوا في مجموعة في مجلس وأنا من ضمنهم حقيقة. نسولف في مجموعة جروب كانوا في مجموعة معنا في المجلس. يروحون سوا ويجون سوا وعندهم استراحة وكذا وكذا. المهم قال واحد وينك يا أخي ما عاد جيتنا؟ قال والله أنا مشغول، عندي شغلاتي الخاصة وعندي خواتي في المكان الفلاني وعماتي وجداتي وأزورهم ناس من رضاعة وناس. قال سبحان الله يا ما شاء الله عليك يا أخو، أنا عندي أخت في النسيم، النسيم في الرياض. نعم. لي 4 سنوات ما شفته. جزاك الله خير. والله. أي. والله لا. والله. أعوذ بالله من الشيطان. قال وش تقول؟ قلت قال نعم. والله أنا عندي أخت في النسيم. يقول له واحد الله يعطيه صحته وعافيته. والله لي 4 سنين ما جيت بالتليفون، التليفون يكفي. اللهم صل. التفتنا له قلنا صحيح؟ قال والله إني صادق باللي حاصل. فصلة الأرحام يا ناس. كلام لي ولكم وللمشاهدين تزيد في العمر وأجر تزود به في الدنيا الإنسان، ويجب أنك تكون حريص على صلة الأرحام مهما كان لحمك لحمك، أنحبك ولا رحمك أقل شيء. يا سلام. صحيح والله. نعم. أنحبك ولا رحمك. فأوصيكم نفسي بزيارة الأرحام. وكذلك إن في قال واحد من المجموعة في نقطة، القريب هو أولى بالصدقة، أولى بالمعروف. واحد يقول في المجلس والله إن عندنا ناس بخير وعندنا ناس هالصدقات وهالفزعات، لكن يتصدقون على اللي بعيد ما يتصدقون على أقاربهم. يا أخي القريب أولى من البعيد في كل شيء. صحيح. في صدقة، في صلة، في زيارة. الله يجعلنا وياكم منهم ان شاء الله، ممن يتصدق وممن يزور رحمه. امين امين. هذا احببت ما اقول والله. جزاك الله خير. بارك الله. جزاك الله خير. تحدثت يا دكتور قبل قليل عن تجهيز الميت او سرعه التجهيز، وانا هنا سانوه عن هذا الموضوع لعل الجميع ان شاء الله يستفيدون. الميت رحمنا الله وإياكم ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. اللهم في 4 حاجات يجب على أولياء الميت القيام بها عاجلا غير آجل. 4 حاجات مجموعة في كلمة تدوم، تاء دال واو ميم، تدوم. نعم تدوم. إيه نعم. والتاء يعني تجهيز، تجهيز الميت. نعم. والدال تدوم قضاء الدين. يا سلام. والواو تنفيذ الوصية، الواو تنفيذ الوصية، والميم تقسيم الميراث. يا سلام. هذه الأشياء الأربعة يجب على الأولياء القيام بها عاجلا غير آجل لما لها من فوائد عديدة إيجابية للميت أولا وللناس الآخرين اللي هم أولياءه وورثته وما شابه ذلك. وأما تأخير الميت في دفنه وتجهيزه والحاجات هذه وضعه في الثلاجة، أحيانا قد صحيح هذا الكلام، أحيانا يقولون يجون الناس من وين عشان يحضرون الصلاة عليه ويحضرون، يعني ما لك ومال اللي بيحضر واللي ما بيحضر. على طول تجهيز الميت و
الصلاة عليه ودفنه. إكرامه دفنه. نعم. إكرامه دفنه. على طول. نعم. يجب علينا كذا. كان في أخطاء في السابق. نعم. كان في أخطاء. لا وما زال فيه هذا الشيء. عليكم السلام. وما زال هذا الشيء. الثانية قضاء الدين. الحين الدين إذا مات الميت يحصل فيه تسويف ويحصل فيه خل نشوفه من عنده وخل نشوف الأوراق وخل وخل وخل. ويجي واحد من الورثه يعترض انت من اللي يبي يقضي وليش تقضي، فيصير ثم تنفيذ وصيه الميت منه الوكيل تجده ما هو بيماطل احيانا يتهم زي ما قلت لا مبالي يعطل نفسه ويعطل الاخرين الميت ويعطل اصحاب الحق، فتحدث هنا المنازعات والخصوم والمشاكل والشكاوي وال الى اخره. تقسيم الميراث ايضا الان يعني غالبيه مشاكل المحاكم وكذا كذا كلها من هذه الاشياء حينما تتاخر تقسيم ميراث الميت. يكون الوصي زي ما قلت لكم قبل قليل لا مبالي أو ما عنده المقدرة، قد يكون حتى الميت الله يرحمه أموات المسلمين ما أحسن الاختيار في الوكيل، ما أحسن الاختيار من أولاده أو من غير أولاده حتى، فيصور فيه. ولذلك الآن نحن نشاهد كثير من النزاعات والمشاكل بين الأصحاب بين الأقارب في هذه الأشياء التي يجب على المسلمين أو البتة فيها عاجلا غير عاجل. هذا ما أحببت أن أتحدث به عن هذا الموضوع. جزاك الله خير. سنت بارك الله فيك. هذا الدكتور بعض الناس الدكتور صالح ما لا هو بيوكل ولا هو بيوزع حتى حي، بعضهم يموت في غموض. هو هذا يعني ولذلك كل إنسان مطالب بأنه يكتب وصيته كثير. يكتب الوصية. بعض الناس يقول اكتب وصيتي اول شيء سمعك رب الخير. السلام عليكم. صباحكم الله بخير. حياك الله ابو عبد الله. حياكم الله. حياكم الله يا اخوان. يا مرحبا. خلاص على التاخير. لا لا عادي الله يحييك. وين ابو نايف اليوم؟ سماشه سم ابو نايف يجي شوي ثواني. فالانسان الحين لو قلت الواحد اكتب وصيتك وحدث أن نصحنا ناس من أقاربنا حتى يجي يقول يعني كأنك تبيني أموت الحين. طيب يا أخي انتبه وش دريك متى تتموت، بعد ثواني ولا بعد دقائق ولا ما يدري. اكتب وصيتك وخلها واختر من توكل وأنت صحيح وعندك الاستعداد أنك تسأل قريبك أو تسأل من توكل من عيال، اسأل أم العيال مثلا قول تعالي من نوكل من عيالنا، فهي تعرف كذا. الوصية قدمها خلها جاهزة واضحة وصريحة. ثم بهذه المناسبة لا يجب أن لا يكون في الوصية تعقيد، يعني مثلا تكتب في الوصية وأن يسوون كذا ويروحون يجيبون كذا ويفعلون كذا، هذه تعطل تنفيذها لأنه الناس ما هم على كيفك خاصة الآن. ولذلك فيه من الأشياء السابقة كانوا يوجهون أو بالأحرى يوصي بأن يكون له قربة في المسجد، قربة يعني أو مثل البرادة الآن. إيه مثل البرادة ما رماش الحال لكن الزربة أو غاز لسراج المسجد أو مثل هذا اللي عند المسجد هذا تراه يعني سبن للمسجد، يعني مثل عاد ما عاد أحد يستفيد منه ما حد خلاص. لا تقيد، أنا أقصد من هذا أنك لا تقيد الوصي أو الوكيل بشيء من هذه الأشياء، وعطها مثلا عليه عطها الأريحية. نعم. أريحية على ما يناسب الزمان والمكان. أي ما يناسب وخله يشتغل ما يناسب. أيضا ممكن إذا كانوا الإنسان مثلا غني وعنده أموال وعنده أشياء كثيرة فليوصي للوصي بشيء من هذا مقابل انه، لانه صراحه بيتعب ويروح ويجي وبقيه الورثه مستفي بس ياخذ شيء صافي. يجب على ايضا الشخص ان يوصي بان يكون للوصي مقابل سفره مقابل ذهابه للمراجعات يمكن دينه في مناطق أخرى يعني يروح. نعم يحتاج إلى هذا الشيء، يجب أن يكون هو الذي يبت في الموضوع حتى الورثة ما يكون عندهم خلاص حساسية لا عندي أنا هذا
هذا ما احببت اتحدث عنه. اما صله الرحم فيكفي انه الله يستر علي وعليكم جميع المسلمين. ما ودي اتحدث اكثر مما تحدث، لكن ان قاطع الرحم ملعون، واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله. يكفي هذا، ما يحتاج ان نتحدث. واما فوائدها الدينيه والاجتماعيه وحتى نقول صحيه والى اخره فهي لا تعد ولا تحصى. ولذلك اجيب لكم مثال بسيط، يعني معلش لو تدخل. لا جزاك الله خير. يعني واحد اذا زار اخته وكذا، ولا احد خواته، ولا حتى خالته، ولا عمته، ولا عمه، بس النساء اكثر من النساء. نعم، تجدها لو اتصل عليها احد من اقاربها ولا شيء تقول انا عندي اخوي ما انا بيمس، حتى تشعرها ان اخوها زايرها. تستانس. اي نعم. واذا كانت عمها انا عندي ولد اخوي، ولا اذا كانت خال انا عندي ولد اختي، يعني كانها تشعرها ان عندي ان ولد اخوي او ولد اخوي او كذا زايرني. يا اخي ادخل السرور على كل مسلم، لا سيما اقاربك، انت المامور في ادخال السرور عليهم وزيارتهم. ثم اذا زرنا اقاربنا يجب ان نتقيد في الواجبات المفروضه علينا، يعني ما اجي ادخل على اختي واصير عندها صنم كذا. نعم، بس كذا ها. والا الحين طاحوا بالجوال، يدخل ويحط الجوال. لا 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 يا اخي، انت جاي تزور اختك او تزور عمك او عمتك، او اعظم من هذا كله والديك. نعم. والله الواحد يشكون عليه ناس كبار في السن، يقول عيالنا يزورونا ما ادري شو اللي يزورونا، ايش نبي؟ يقول يجي يطلع جواله مخباته بس يحطه باذنه، انا وش ابي به يجي قدامي يضيق صدري. عفوا يا ابو عبد الله، هذا المفروض الاب يعني اذا شاف عياله يتصرفون كذا يقول جواله خلوه هناك. ما يقدر احيانا ما يقدر، يخاف هو، يخاف اذا قال يمكن حتى يدخل في العقوق بعد. لا يمكن اذا قال لك كذا، يمكن بعض الابناء حساس وكذا يقول انا اروح لابوي بقعد ذا خلاص. لكن نحن يجب ان ننتبه لهذا النقطه. اذا ذهبت ففرغ نفسك لهذه الزياره من السؤال والحديث وادخال السرور في المدح. مثلا اذا شفت دخلت عند اختك ما شاء الله وش هالزين ما شاء الله صحتك متغيرت عقبي، حاجه زي كذا. نعم. ما تقولي ورات نحفه والله سامنه وش انت ورا ترسمنا ما هي بزينه، ما تجيب لها الهم والغم. معلش انا اخذت الوقت منكم، تفضل. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. والله كانوا بالنسبه لنا مدارس، يعني ابائنا وفي تعاهدهم للقريب والبعيد وصلتهم. حتى اذكر بعد وفاه الوالد رحمه الله عليه، كان اخوي يسال ويقول الان وصل اهل ود ابيك من بر ابيك، لكن يقول ابوي فاتح الابواب كلها من قوة صلته بالناس، وين ناصر أهل وده. اي والله كانوا يعني مضرب مثال لنا، واستفدنا من طريقتهم وتعاهدهم وصبرهم، يعني حتى صبرهم على البعيد والقريب وجفوته. وبعضهم يعني ممكن انك تقعد تحاسبه وتبيه مثلك، ما الله اعطاه مثل اخلاقك. صحيح. وانت لا تقارن نفسك في غيرك او من هو اقل منك، فقد يكون هذا لا يعرف يدير علاقاته، مجرد ما رحت من عنده خلاص ما يعرف يتواصل. أنت لا تقارن نفسك فيه وتقطع نفسك من الأجر. لا بكنترول بكنترول. اللي نحب نقوله نقول راقب نفسك أنت، هذا وصلني أنا ما وصلته أنا. حياكم الله. يا مرحبا. المبادلة يا ليست يا ليلى لا يا لا لا يا ليلى لا يا لا لا يا سلام على الدكتور واللي حضر، يا سلام على الدكتور واللي حضر، بيض الله وجه اللي يسد اللزوم، بيض الله وجه اللي يسد اللزوم.
وسامحونا لقينا في المسيرة خطر، سامحونا لقينا في المسيرة خطر، والسلام الله أكبر، والسلام على الإنسان ما هي تدوم، والسلام على الإنسان ما هي تدوم. السلام عليكم. حياكم الله يا مرحبا. مرة ثانية والله بخير جميل. يقولون من جاء مبطى. مرة ثانية ما تكررون الكلام. ما بغينا نجيكم على الظهر. لا السلام اهم شيء. مرحبا والله. السلام عواني وجيران واصحاب. صباح بالخير. السلام. اهلا والله محمد يا مرحبا. بس ما دام الرجل سلم سيد محمد. هلا محمد. هلا مرحبا صباح الخير. عبد الله جنبك. طيب حيا الله محمد. شفناك بالقاعية. باقي ابو الله يرفع قدرك خالد ولا يهينك. محمد هناك محمد. طيب يا سلام. انا اللي ما جا معنا. طيب سلام. ايه ما جيت معنا؟ هلا ابو طاحوس. يلا ابو خالد. طيب لا طيب يا مرحبا يا مرحبا. الله يكرمك. يا خير من حال الرب. حياك الله. طيب كيف الحال؟ اهلا وسهلا. شلونك؟ طيب كيف الحال؟ كيف الحال؟ الله يحييك. الله يعافيك. شلونك؟ يا مرحبا. شلونك؟ خير. ساك طيب. يا مرحبا. كيف الحال؟ شلون ابو نايم؟ شلونكم؟ وين اللي بيروح معنا؟ والله انا كنت ارتباط والله. مسقط قديم. شلونك؟ فرصة طيبة. حياك الله. طيبة. الله طيب. أمس كمل شفناك هناك. إيه. تعلم. ماجد. ماجد. كمل. لا أكمل حديثك الذي لا يمل. أقول يعني أنت ما شاء الله جبت الاثنين نقاط جميلة في مسألة السلوكيات في الزيارة. جميل. بعد أنك لا تصير محقق. نعم. لا جيتهم خلك زائر اللطيف. خلك خفيف ظل ومقبول. انا ادري ايه مو بتجي تحقق معهم والولد ذا وش صار عليه وغلطانين وليش ما قلتوا كذا. حنت وينك عنهم من البدايه؟ لا 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 ما انت بحولهم علشان صحيح. تغيب وخلك على ما قال لمك زرت تزور وانت لطيف ايضا. يعني نقول وين وصلنا بعد؟ اي نعم لا تقارن نفسك في غيرك. حاشانا يعني. ذولا قصدك على ما قاله اذهب الخشوع واذهب الخشوع الحديث. نعم هذه تبي حق. نعم هذا خشوع الحديث. دخول خشوع الحديث. انت اللي قطعته. انا وترى انا متابع البث من المشاهير مسجلين تاخير على بعض الناس. طيب خلاص اجل الصلح زين يا ابو محمد. ابو الصلح زين. اصبح الطالب مطلوب. وقفوا على الباب هم ما جاءوا تاخروا يعني ورانا. صراحة خلنا نلطف الجو. وصراحه مبداهم جميل وابياتهم. انا ادري انا ادري. لا خلاص يعذروا. احنا قدمنا عذرنا عاد. اي نعم اليوم كنت اسولف ان شاء الله انا واحد من العيال الله يصلحه واقول له ويقول فلان او ما ادري قلت وانا ابوك خليك انت المبادر بالكلام ترى يمكن فلان مثلا ما هو بزيك يعرف يجدد العلاقات يمكن كشطر منه لا جفاك اعذره قل يمكن ما يعرف برضو حتى حنا مع القريب لو شفنا منه جفوة لو شفنا شيء نلتمس يمكن جته مشاكل أنا مدري عنها وأنا قصرت في عدم سؤالي ما أجي أحقق معه زي بعض الشباب يبطي 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 ثم إذا دق علينا حيا والقطوع قبل الحلال توك قل سلام عليكم ابد معي بداية زين حيا بدأ وعلى طول أنا وش أسوي على طول أفلك الرشاش وأبدأ بعد أنت سويت قال أنت سويت والله بتواصل تالي أضحك وأقول يا رجال خلك أنت راعي العلم الغانم أنت بادرت وكلمتني خلك أنت راعي العلم الغانم والمبادرة الطيبة وهذا يعني شيء نذكر ببعض وأنتم أهلا لذلك نتعلم منكم جزاكم الله خير. جزاك الله خير. ينتقل المايك مثل ما يسوي أبو محمد يقول يمشي المايك على طول. تفضل يا شيخ الله يرضى عليك. يعود المايك هنا ولا نايف؟ يعود ولا نعتذر حقيقة منكم ومن الجمهور وقفنا عند محطة
ونجي السيارة شغل السيارة ما عاد اشتغلت. الله شايف نظامها نظام سيكوريتي وشغلها الله يعني. اي بسبب خطأ وخلل حنا غلطنا فيه فننبه حقيقة عنه. لا تفتح السيارة عن طريق الدريشة. ففتح عن طريق الدريشة قفل السيكوريتي. كيف كيف؟ سيفتي يعني. السيفتي سيفتي سيفتي السيفتي قفل. شايف؟ علي راح ابو محمد والسيارة مقفلة باقي الدريشة مفتوحة. والله قلت خلنا نفتح الباب. فتحت الباب من الداخل. انتم خبركم عتيق على ايام السيارة. احنا على ايام السيارة الأولى. فقفل السيكوريتي عندنا بلشنا. لا حول. شايف؟ لا عاد السيارة اوتوماتيك لا تندف وتنتع وعيت تشتغل. وبلش وطلعنا في شغلة واطلع وانزل ولا يسر الله عز وجل لنا الا قبل قليل هداها الله وفصلنا البطارية. إيه عشان يرجع ثاني مره البرمجة. البرمجه اي وبعد ذلك اشتغلت الحمد لله يعني صحيح 10 دقائق الفصل اي نعم شفت فالامور اشتغلت وصارت الامور طيبه ما شاء الله اليوم حتى مشاكل كهربائيه لا اي نعم شفت كثر ابو حقيقه نعتذر منكم ونعتذر من الجمهور ولا كان والله ان نحضر من البدايه وجلستكم ما تم الاسم كنا والله شيف قانين ان قبل كم سنه يمكن 15 ولا اول ما جاء تاجير السياره هذه السيارة الريوسها قدام اي تدف في القيت اي كبس وتقد يا ولد ما عرفت ريوس وانا مستاجرها وادخل يا ناس ما اللي يعرف السيارة ذي سيارة جديدة واخاف اقول السيارة جديدة ما ريوست ويعود له مرة واحد قلت تكفى قال ابد يا يمسك القير ويضغطه ويدفه قدام طبعا اول ما جات السيارات اللي قبل كم سنه بلشت بالسياره زي فضل السياره دفها لا توجهها خلاص ما عاد فيها حياكم الله الله يجزيك حقيقه نعتذر منكم الظهر الان باقي اللي ما شاركوا ابو نايف الرجال هذا لا ما عليك حنا بعد السال ان شاء الله الفطور لكم عندنا ان شاء الله اللهم لا شمال طيب يعني يعطيكم قصيده ابد أنت؟ يلا نعم باقي باقي على الفطور خمس دقائق عنده ذكرت طال عمرك الاباء واخلاقهم وكذا دعيت دعوه تنعاد اقول عسى يعني من عقبهم وجاء خلفه وانه يحمل تلك المبادئ وتلك الصفات بس نبيها شيله عاد انا بعطيكم البيت وانتم شيلوا دعاء هي دعاء شيل هذا اليوم عندنا لقاء مفتوح يعني نفرض عليك شيله نفرض عليك طال عمرك تروح الطامر نفرض على كل شيء الله اليوم لازم انك هنا تنفذ وتنفذ نعم شيله برجع شيله اشوارك ما تروح انا بحاول يلا يلا والله اني ما ادري شلون لحن خلي شيله ابو نايف عنك اي طيب يلا يلا ابو نايف عاوني هو البيت يقول بدايته عسى رحايا الملحقين المخلين عسى رحايا الملحقين المخلين تشتال ما شالت رحايل سلفهم تشتال ما شالت رحايل سلفهم أهل العزوما اللي على العسر والين عزوا وسروا من بختهم خلافهم عزوا وسروا من بختهم خلافهم قوم من كبار المواقف غنيين والفقر قد ما افعالهم ما صلافهم والفقر قد ما افعالهم ما صلافهم فنايع عاشوا وماتوا قويين وامداحنا ما شطرتهم كلافهم وامداحنا ما شطرتهم كلافهم والله صوتكم حلوة هذه لو اني داري كم من على قسى الدنيا تخاووا وفيين وتجاذبوا عز من الله ولافهم وعاشوا على قل المزاهب عزيزين وجيههم تندال عز حلافهم وجيههم تندال عز حلافهم جعل الهقاوي في وكور الشياهين تقدع عشمها من طيور علافهم الصدق والواجب على منهج الدين والنخوة اللي من رحايل سلافهم
والنخوة اللي مرحى يزلفهم. صح الله يزلفك. 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 اي والله ما عاد الا خير. وقوموا للفطور وبيض الله وجهكم. حياكم الله. والله هذه احسن كلمة وقصيدة. الله فعلا. صح الا جاب الفطور. حنا هنا ونحدى ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم سلامي في المبتدا تسليم مثل العموم حنا هنا ونحدى ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم في الواقع أم النجاح والاسم ما ينغوي والاسم ما ينغوي قرب ولا صبر وكفاح يجتازه المعنوي مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم جينا لكم من بعيد نضيف بالنور نور نضيف بالنور نور معنا